جانا ضيف وضيفناه، ذبحنا له طير نقي، ربى الريش وبلاحي، أكيد عرفتوه رمضان. القصبة الهندسة المعمارية ديالها قعدت محافظة عليها لتنتمي إلى الفن الإسلامي. هاد الهندسة المعمارية هي اللي خلت البقعة تبان. علاش؟ خاطر القصبة كامل مبنية دويرات، دويرة مرصة قدام دويرة. دخل الدويرة تقدر تلقى عائلة الكبيرة كامل ساكنة، كما تقدر تلقى جيران ما تربطهم حتى علاقة ولا صلة. هاد الجيران كامل يتلاقوا في واحد المواطع، يتلاقوا في وسط الدار، يتلاقوا في بيت الصابون، كما يتلاقوا في السطح. هاد الأماكن كامل خلات بيناتهم احتكاك وخلات البقالة تبان، خاطر هاد الأماكن كانوا يقدروا كيما وسط الدار ولا السطح يسهروا فيهم. المرأة القصبانجية سخية ما تقدرش تروح في زيارة بلا ما تدي حاجة في يدها. كل وحدة واش توجد، خبزة قطايف، صامصة، قريوش، محنشة، كل وحدة على مقدورها. يروحوا يتلاقوا كامل في وسط الدار، بصح هذا على شرط ما يكونوش رجال. رجال يروحوا يصلوا صلاة التراويح ولا يروحوا للقهاوي، كانت الحرمة. كملنا الحكاية تاع اليوم، نروحوا نسمعوا الفال انو وعقدو. بسم الله بديت، عن بي انا صليت، وليكم هاد الفال انا نويت. يا مول القلب الحزين، اسمع للفال الزين، ترتاح اليوم معايا يا الحنين. بقالة اليوم تقول: دارنا في الجبل ودار الحباب في السفل، هجروني ما لقيت مع من نرسل، رسلت خاتم في طير حمام، نصابني ساعة مع الحباب ونرقد سبع أيام. يا فال يا فلفال، يا فاتح سبع قفال، يا ربي يا العالي سمعني فالي.